يحيي المسلمون في العالم غدا ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم لسنة 61 للهجرة، بعدما قتله جيش يزيد بن معاوية في صحراء كربلاء مع أهل بيته وأصحابه، وقتل حركته الإصلاحية على مستوى الأمة الإسلامية التي كان قد أعلنها في المدينة المنورة غداة استيلاء يزيد على الخلافة. وتشكل هذه الذكرى مناسبة لاستلهام العبر والاقتداء بسيرة سيد الشهداء في الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل وحفظ الرسالة من التكفيريين والطائفيين الذين يستمدون فكرهم من معسكر قتلة حفيد النبوة ويذبحون ويقتلون وينتهكون أعراض المسلمين باسم الدين، في تكرار لجريمة كربلاء بأبعادها السياسية والاجتماعية والدينية، ولا يفرقون بين دين وآخر ولا بين طائفة أو مذهب، ولا يعترفون إلا بالسيف والسكين حاكما، ويهاجمون بالمفخخات مجالس الفاتحة والعزاء في سوريا والعراق وعشائر البونمر والبوكمال والشعفاط، حتى وصل السكين اليوم إلى عشيرة الجبور وسفك الدماء ولو في نيجيريا، إمعانا في قتل الفكر الإسلامي الحسيني في كل أرض وحتى دون عاشوراء. وأكدت الدعوات في العالم اليوم على إحياء العاشر من محرم بمسيرات حاشدة ومواقف تندد بإرهاب الجاهلية الأولى وكشف الغطاء عنها ووقف تمويلها وتسليحها وإغلاق مدارسها التي تخرجت منها، بحسب تصريحات أدلى بها اليوم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي يواصل زيارته إلى الكويت، مؤكدا أن تنظيم داعش لا يقتصر خطره على العراق أو سوريا، لافتا إلى أنه خطر سرطاني سوف يتمدد إلى باقي دول العالم، ومشيدا بالعلاقات الثنائية بين العراق والكويت. بكثير من الصراحة وقليل من السياسة، تحدث وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى وسائل الإعلام خلال لقاءاته السياسية أو الجماهيرية أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى الكويت. فمن مجلس الأمة وعقب لقائه بالرئيس مرزوق الغانم، أكد الجعفري أن بلاده تعول كثيرا على مجلس الأمة الكويتي ونظيره العراقي في تطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى مستويات متقدمة. وتباحثنا أيضا واتفقنا على ضرورة الإسناد المشترك، باعتبار أن المجلسي البرلمان هما بيتا الشعب، الشعب العراقي والشعب الكويتي، ونحن عندما نعقد آمالا على كل برلمان بالعالم بصورة خاصة البرلمان الكويتي نظرا لعراقته ولتاريخه القديم، إنما نعقد آمال لأننا نعتقد أن المقاربات الحقيقية بين المجتمعين وهي قاعدة الاستقرار الحقيقية بين كل بلدين يكون من خلال مجلس النواب، لأنه بيت الشعب، لأن أعضاءه هم ممثلو الشعب الحقيقيون. أما من ندوة التطورات السياسية في المنطقة وأثرها على البنية الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، فقد شدد الجعفري على أهمية العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق. وجئت إلى الكويت، تتذكرون لعل بعضكم يتذكر جيدا، لا لشيء إلا لأحمل رسالة المحبة والثقة والبدء بصفحة جديدة ونسيان التاريخ المقيت الذي حكمتم وحكمنا به واحتللتم واحتللنا به من قبل الحكم الصدامي. هذه الرسالة وصلتها ووعدت والتزمت، وها أنا الآن أيضا باكورة عملي وزارة الخارجية أول دولة اخترتها الكويت، فكل ذلك احترام. نعم. أيضا رفض الجعفري في تصريحاته أن يكون للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أي وجود فعلي على الأرض في العراق. نحن حذرنا من الحالة، والرسالة التي حررناها إلى مجلس الأمن كانت محددة فقط دعم جوي دون أن تستبدل بقواعد على الأرض، لأن العراقيين قلقون من شبح القواعد العسكرية، إن هذا ما نريده، بس دعم لوجستي، تدريب، إيصال معلومات، دعم إنساني. الآن إحنا عندنا 1,800,000 واحد نازح من الموصل إلى مناطق أخرى، وقلنا بهالحدود أكثر من هذا نريده، فمطلوب العراقيين الآن يقدمون ضحايا، شهداء عندهم الآن موجودين في أكثر من جبهة، يواصلون كجيش عراقي، قوات مسلحة عراقية، حرس وطني، بيشمرقة، مجاميع عراقية معروفة لدينا كلها تحت هذه المظلة تدافع عن العراق.
وحول أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش، أرجع الجعفري السبب إلى انتشار المناهج الطائفية في العديد من البلدان العربية والإسلامية. فيسألون دائما ليش القتل والتقطيع، ويلزم واحد يذبحها وطفلة يلزمها من شعرها ويذبحها وما شكل ذلك. طبعا اللي تسمح بهذه الثقافة التلفزيونية، أفلام الرعب والتفنن بالقتل، ايش تتوقع تحسب من تلك البذور؟ العالم كله لازم يراجع نفسه ان هاي البرامج التعليمية ومناهج المناهج والنظريات العنصرية اللي كانوا يدرسوها ويجملوها للناس اتت بهذا الحصاد. داعش وغير داعش ثقافة خلفها. لازم الى جانب المعادل الامني والعسكري والمعلوماتي والاقتصادي والخدمي اللي معادل ثقافي. الشعاب الشاب وعاء ما لا يملأه تملأه الاستقامة يملأه الانحراف. طيب ثقافة استقامة ما يخضب ثقافة الانحراف، هذه حقيقة داعش. الجعفري ألمح أيضا إلى وجود مؤامرة على العراق، لكنه غض الطرف عن الحديث عن الأطراف الفاعلة فيها. تفسير كل شيء بنظرية المؤامرة، لكن إلغاء نظرية المؤامرة وتصفيرها تماما خطأ. أكو مؤامرة، ولا تزال داعش تمثل الجزء الطافح على السطح، وأما الجزء الغاطس فهو أكبر. ويبقى أن تحسين العلاقات الكويتية العراقية بات يمثل ضرورة سياسية بسبب المخاطر المشتركة للإرهاب، غير كونه حتمية سببتها جغرافيا الجوار.